لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله على كلام صاحب المنازل الشيخ الهروي في قوله: فتوبة العامة الاستكثار من الطاعة، وهو يدعو إلى جحود نعمة الستر والإمهال ورؤية الحق على الله، والاستغناء الذي هو عين الجبروت والتوسب على الله عز وجل. فبعد أن شرح المعنى الحسن الذي ينبغي حمل الكلام عليه من أن المقصود من هذه التوبة الناقصة، أو في الحقيقة التي امتلأت بالعيوب والأمراض حتى أفسدتها، وإن كانت في نظر الناس الذين لا يعرفون حقيقة التوبة يظنونها توبة، هو أن يفعل كثيرا من الطاعات ويراها كثيرة. فالذنب الذي ذكره محمول على أن يرى الإنسان طاعته كثيرة ويراها يعني مما أكثر مما يجب عليه، فيترتب ويغفل عن عيوبها، فيترتب على ذلك أن يجحد نعمة ربه عز وجل عليه في أنه ستره، ستر عيوبه عن الخلق ولم يفضحه بها، وأنه يمهله ولم يعجله بالعقوبة، رغم أن أعماله مستحقة عليه وهو لم يوفيها حقها، ولذا فهو يستغفر الله عقبها ويرى طاعاته كلها تحتاج إلى تكميل، ويرى فيها عيوبا ولا يمن بها على الله، ولا يرى أنه صاحب حق على الله عز وجل يستحق دخول الجنة بعمله، ولا يرى نفسه مستغنيا عن مغفرة الله له، الذي إذا حصل للإنسان الاستغناء عن مغفرة الله فهو متجبر ومتوسب على الله عز وجل، يدعي ما ليس له ويرى نفسه في مقام فوق مقام العبودية. وهذا كله من أمراض القلوب الخطيرة التي هي أشد في حقيقة الأمر من الكبائر الظاهرة التي يرتكبها أهل الذنوب. فالعبد المؤمن يجب عليه أن يكون دائما ناظرا إلى نفسه بعين النقص، لم يؤدي حق الله عز وجل، لا يرى أنه يستحق بعمله على الله شيئا، ولو تفضل الله عز وجل عليه لغفر له ورحمه فقبل منه عمله بجوده وكرمه لا باستحقاق نفسه. ولذلك فهو لا يستغني عن مغفرة الله وستره وعفوه في أي لحظة من لحظاته. بعد أن ذكر هذا الملخص، معنى هذا الملخص الذي ذكرناه، قال: وقد ظن بعض الشارحين لكلامه أن مراده الإزراء بالاستكثار من الطاعات، إن المقصود به أنه يزري، أنه يحتقر كثرة الطاعات، وليس الذي يستكثر بمعنى يرى طاعته كثيرة. بعضهم ظن أن مراده الإزراء بالاستكثار من الطاعات، وأن مجرد الفناء والشهود والاستغراق في حضرة المراقبة خير منها وأنفع، خير من الطاعة أصلا. يقول: لا تلزم الطاعات، ومن يكثر من الطاعات ليس بتائب. طريقة المحرفين يفسرون كلامه على ذلك، يرى أن كثرة الطاعة لا تلزم، يكفي أن يفنى عن شهود نفسه وعن شهود من حوله ويستغرق في المراقبة، وهذا يكفيه دون أن يفعل الطاعات. يقول: وهذا باطل وكذب عليه وعلى الطريقة والحقيقة. الحقيقة هنا التي يقصدها ابن القيم رحمه الله يعني الحقيقة الموافقة للشرع، يعني كما هو الاصطلاح ده كثيرا
أو المصطلح دائما أن الحقيقة المقصود بها أحوال القلوب، ولكن لما وقع الانحراف في من يدعي أحوالا للقلب مخالفة للشرع وتسموا بأصحاب الحقيقة وسموا من يلتزم بظاهر الشرع أصحاب الشريعة، حصل هذا الافتراق المريب الذي لا يصح أن يحصل أبدا بين أهل الشريعة ومن ينسبون أنفسهم للحقيقة. فهذا معنى الطريقة والحقيقة. الطريقة يعني الصوفية التي يقول ابن القيم رحمه الله أن منها ما يوافق السنة، وهكذا كان يقول شيخ الإسلام أيضا أن من سلك طريق الزهد والعبادة فهو على طريقة شرعية، ولكن استعمال هذه الألفاظ ليس من هدي السلف رضوان الله عليهم، ولكن تنزلا مع من يسمع ويقرأ ومن تعود على سماع لفظ الحقيقة ولفظ الطريقة، وبدون ذلك لن يقبل. فالاصطلاح الأمر فيه هين ولا مشاحة فيه، وطالما كان المقصود معنا صحيحا فالتعبير بشيء استعمله الناس قد يهون الأمر فيه. ولذا يقول أنه كذب على الشيخ أنه ما قصد ذلك، لأنه يحسن الظن بالشيخ الهروي رغم ما قد وقع من كلامه أو في كلامه من منكرات وطوام خطيرة، ولكن هو يثني عليه خيرا ويسميه شيخ الإسلام. وقد ذكرنا من قبل يعني أن في هذه التسمية نظر، والله أعلم وأعلم. وأيضا يدافع عن من يلتزمون الطريقة الشرعية ويسعون إلى تحقق قلوبهم بالأعمال القلبية التي يسميها من سلك في هذا الباب الحقيقة. الشيخ حمد الفقي رحمه الله يعلق على هذه الكلمة يقول: أما كذب عليه فربما، وأما كذب على الطريقة والحقيقة الصوفية فلا. حقيقة أنه نبه بعدها مباشرة، يعني هذا التعليق ليس له يعني وجه، لأنه قال في السطر الذي يليه: ولا ريب أن هذه طريقة المنحرفين من السالكين. إذن هو ينبه أنها طريقة الإيه؟ المنحرفين. لكن هل لا توجد طريقة شرعية؟ هل لا يوجد من ينتسب إلى البحث في أعمال القلوب ويكون على السنة؟ هذا الذي فيه النظر. هناك من يكون ملتزما بالسنة من المشايخ والزهاد والعباد. يقول ابن القيم: ولا ريب أن هذه طريقة المنحرفين من السالكين. هي طريقة المنحرفين اللي هو الإزراء من الطاعات، الاحتقار لمن يستكثر من الطاعة، لمن يفعل الطاعة كثيرا وليس لمن يراها كثيرا. من يراها كثيرا ينبغي أن يحقر عمله، لأن الشرع قد حقره، كما ذكرنا ذلك عن مسلمة الأعراب الذين قال الله عز وجل عنهم: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقال عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. هؤلاء لأن عملهم ناقص شهد الشرع بنقصه. فمثل هذا الاتهام لمن يرى نفسه صاحب عمل كثير، هذا اتهام في موضعه، لأن الشرع هو الذي قد اتهمه. يقول: ولا ريب أن هذه الطريقة، أن هذه الإزراء ممن يفعل، الإزراء لمن يفعل الطاعات الكثيرة ويشهد أن الفناء يكفيه، هذه طريقة المنحرفين من السالكين. يقول: وهو تعبد بمراد العبد وحظه من الله، اللي هو هوى النفس. يقصد ايه؟ وله في الحقيقة تسميته ان هذا حظه من الله عز وجل فيه نظر، والله اعلم. لكنه يقصد انه مراده ان يعطيه الله اياه، يريد ان يعطيه الله ذلك، وهو ان يصل الى ما يدعيه من الفناء ويشهد نفسه بذلك فوق الخاصة، بل فوق يعني سائر الناس، وأحيانا فوق يعني الجميع من السابقين والأولياء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه في الحقيقة مرض وشهوة قلبية نفسية في أنه يشهد نفسه صاحب حال أو صاحب مقام لا يصل إليه باقي الناس. ولذا يقسمون الناس إلى هذه التقسيمات من العوام والخواص وخاصة الخواص،
وينسبون إلى أنفسهم ذلك. كما ذكرنا هذا التقسيم لو كان مبنيا على أصول الشرع، لو كان يبين مثلا أن العامة هم الظالمون لأنفسهم، أو هذا التقسيم الشرعي الوارد، وأن الأبرار هم الخاصة وأن السابقون هم خاصة الخاصة، ويذكر أعمالهم وصفتهم في الكتاب والسنة، لكان تقسيما صحيحا. أما الذي يفعلونه فهم يجعلون هؤلاء الذين وصلوا إلى الفناء هم خاصة الخاصة أو هم الخاصة، وبعضهم هم خاصة الخاصة. فمثل هذا الكلام هو الانحراف. هذا حظ للإنسان من السلوك بهذه الطريقة، هوى في النفس يرجع إلى أمراض قلبية. ولذلك يقول هو تعبد بمراد العبد وحظه من الله، وتقديم له على مراد الله وما حاب به من العبد. يقدم حظ نفسه وهواه على ما يريده الله منه. البعض قد يظن في هذه الكلمة أن تلذذ العبد بالعبادة الذي هو في الحقيقة حظه العاجل من ثواب الله هو المقصود في هذا الكلام، وليس كذلك. من كلام ابن القيم: حتى عد البعض أن صلاة العبد لتحصيل السكون والطمأنينة والراحة واللذة، لذة العبادة ونعيم التقرب إلى الله، أن ذلك مذموم أو ذلك نقص، وهذا بلا شك كلام فاسد للغاية. كيف يصح ذلك وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم من ذاق حلاوة الإيمان، وقد قال كما يقول عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال. وقد مدح الله المؤمنين فقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذه مقاصد شرعية، هي نصيب للعبد من الله فعلا، لكنه نصيب محمود محبوب. الله يحب أن تنال هذا الأمر، ويحب أن تطلبه، يحب أن تذوق طعم الإيمان وتجد لذة العبادة فتؤديها وأنت منشرح مسرور فرح بالعبادة. ألا بذكر، قال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أمر الله بهذا الفرح، فكيف ينكر على الإنسان أن يكون له حظ من الله، أنه يجد راحته في عبادة الله؟ لكن لما كان انحرافا، الكلام هنا على المنحرفين، يبقى حظهم من الله ماذا أعطاهم الله؟ أعطاهم عطية مثل عطية السراق، أليس هذا رزق أعطاه الله؟ ولكنه رزق محرم. ألم يعطي طالب الشهرة وطالب الرئاسة وطالب الجاه هو الذي قدر لهم وجود ذلك؟ كما قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فالله الذي وفى لهم ذلك بما يريدون. وكما قال عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هذا نصيبه، نصيب شهوة، نصيب شهوة سواء بدنية أو شهوة قلبية، مثل شهوة الكبر والعلو في الأرض والرياسة على الخلق وحب الشهرة والجاه وحب المدح من الناس. وهذا الذي يكون بسبب إرادة العلو والعياذ بالله من ذلك، هذا المذموم، هذا الذي يقدم حظه المحرم الشهوة المرضية في التعالي على الخلق وإزدراء الناس، حتى إزدراء أهل الطاعات وحب التميز عليهم، حتى بمقامات وأحوال وهمية التي هي من ليست علامات على الطريقة فيها، كما ذكرنا أمر الفناء ليست من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من كلام الصحابة رضي الله عنهم، ولا كلام التابعين. فمن يقدم هذا النصيب والحظ الذي يحصل عليه على ما أمر الله به من الطاعات الظاهرة والباطنة، ويحتقر أهل الطاعات والمكثرين منها، فهذا صاحب الطريقة المنحرفة. وليس أن ابن القيم رحمه الله يقصد من هذه العبارة ليقول: وهو تعبد بمراد العبد وحظه من الله وتقديم له على مراد الله ومحبه من العبد، إنه يقصد أن العبد لا ينبغي أن يطلب لذة العبادة، ولا يريد ابن القيم ذلك. كما ذكرنا لو أن أحدا أراد ذلك لكان محدودا، ما لكان كلامه باطلا بنصوص الكتاب والسنة التي ترغب العباد في نيل لذة العبادة، وتحثهم على أن يفرحوا بفضل الله بعبادته سبحانه وتعالى، وتأمرهم بهذا الفرح وهذه اللذة، وطلب الطمأنينة والسكينة والراحة
لأن البعض قد يظن هذا خطأ، وقد تكلم فيه بعض حتى ما يتكلم في الوعظ أن الإنسان لا يطلب وإلا كان إخلاصه مدخولا، لا يطلب لذة العباد. لا، ليس هذا هو المقصود. اللذة التي طلبها هؤلاء تعالي على الناس باحتقارهم وازدراء أصحاب الطاعات، هي لذة مرضية والعياذ بالله، لذة علو في الأرض وتعالي على الخلق وجبروت، ولذلك كان ذلك مذموما. وأما أن يطلب الإنسان ما جعله الله في العبادة من ذوق محبة الله عز وجل، ذوق طعم الإيمان بوجود أن يكون بوجود محبة الله في قلبه ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من كل حب سوى ذلك، فهذا أمر مطلوب، هذا أمر رغب الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. فكيف يرغب في أمر مزدرا محتقر؟ كيف يرغب في أمر ناقص لا ينبغي أن يكون بل يصفوه في أعلى المقامات؟ كيف يكون ذلك؟ كلام خطر جدا، يسد على الناس من أبواب الخير الكثير، يسد عليهم أن الإنسان لا يحب أن يتعبد لأجل لذة العبادة. هذا جزء من النعيم العادل الذي يعرف به ما وجده من قبله من الأنبياء والصالحين، ويعرف به ما يعد للمقربين عند الله عز وجل وكذا للمقتصدين، يعرف كيف أن القرب من الله هو سبب سعادة العبد في الدنيا والآخرة. فكيف يقال أن هذا حظ مذموم؟ هذا حظ للعبد من الله، ليس هو المقصود في هذه العبارة التي يذم فيها ابن القيم من يتعبد بمراد العبد وحظه من الله ويقدمه على مراد الله ومحبه من العبد. الله أمرك، إيه مراد الله منك للطاعات؟ فتقدمش على طاعة ربنا شيء أبدا، ولو حظ نفسك. أنه حظ نفسك مش اللذة في العبادة، لأن ده مفيش تعارض بينها أصلا وبين العبادة نفسها وبين الطاعة. لكل طاعة لها لذة وكل طاعة لها راحة في النفس، ولذا كان علاج الإنسان دائما حين يقع في المعاصي والذنوب والهم والغم أن يكثر من التوبة والطاعات، لأنه إذا طاع الله عز وجل أراحه الله ووجد لذة الإيمان، ذاق طعم الإيمان ونحو ذلك. فإذا العبد له حظ. إيه هو الحظ المحمود الذي شرعه الله؟ له حظ من الله. إيه هو؟ أن يجد لذة العبادة. إيه هو الحظ المذموم؟ إن هو بيتعبد يكرم الطاعات عشان يحس نفسه فوق الناس، عشان يقول أنا اللي مظبوط والناس دي كلها مش فاهمة حاجة ولا يضر الله، عشان يقول أنا الصح والناس دي غلط، حتى مين؟ حتى أهل الطاعات. فالذي يوم يعمل أكثر علشان يبقى هو في نظر نفسه أكمل من غيره ولا يضر الله، وعشان كده هو هيحس دايما ان هو طاعته اكثر. فده هو رجعنا الى ذم من ايه؟ من يمنن يستكثر، لا نرجع الى ذم من يمنون عليك اسلامهم والعياذ بالله، لانه يرى عمله كثير وهو ناقص، وهو عمله يعني ضعيف جدا، وربما يعني كان معذبا عشان يستحق العذاب عليه، يوم يشوفه اكمل حاجه يوم يعمل طاعات كثير عشان يوصل للدرجه. فهذا الذي يذم، لانه في الحقيقه بيستكثر علشان يشوف نفسه كتير، علشان يمدح نفسه اكتر، ربما قدام نفسه قدام ربما قدام الناس. هذا العدو هو المذموم. يقول رحمه الله: ولا ريب ان هذه اللي هو تفسير الطريقه بانه يجري على من يطيع الله عز وجل، هذه طريقه المنحرفين، وهو تعبد بمراد العبد وحظه من الله وتقديم له على مراد الله ومحبه من العبد، فان للعبد حظا وعليه حقا، فحق الله عليه تنفيذ أوامره والقيام بها والاستكثار من طاعاته بحسب الإمكان والاشتغال بمحاربة أعدائه ومجادلتهم ولو فرق ذلك جمعيته وشتت حضوره. يعني موقف كما ذكرنا من قبل في مناظرة مع الأعداء، هو لما مع أعداء الله عز وجل والمجادلة بالحق، أو في سفر هيؤدي الى تشعث قلبه احيانا وخلطة باناس، يترتب على ذلك ان يفقد بعض ما يجده اثناء خلوته وعبادته. فهل هذا الامر يترك من اجله الطاعة؟ لو لا يقول يترك، يفعل الطاعة الواجبة ولو فرق ذلك جمعيته وشتت حضوره. فهذا هو العبودية التي هي مراد الله. الحقيقة ان هذا التشتت مؤقت، بل ويعود كما ذكرنا على الجمعية والحضور في أوقات العبادة بالإيجاب، يزيدها
اذا امر بالمعروف ونهى عن المنكر وجاهد في سبيل الله يجي يصلي ركعتين اخر النهار تلاقيه حاضر القلب اضعاف مضاعفه انه يترك الواجب عليه من الدعوه الى الله والامر بالمعروف ونهى عن المنكر وجاهد في سبيل الله ويقف يصلي طول الليل، ربما يصلي وهو غير حاضر القلب. ولذلك فهذا التشتت الذي يقع بسبب الطاعه إن ليس في الحقيقة تشتتا ولا تفرقا ولا تضيعا للجمعية، بل هو يزيدها. الجمعية اللي هي اجتماع القلب على الله، جمعية الإنسان ويكون قلبه شديد المراقبة حاضرا هذا النصيب يحصل له مضاعفا للطاعة. الطاعات تزيدها، الطاعات تزيدها. يقول الشيخ حمد الفقي رحمه الله: وهل يصح عند ذوي الألباب أن تفرق العبادة الخالصة العبد عن ربه إن صدق في العبادة؟ كما ذكرنا كلام حسن. في الحقيقة هذه التفرقة كما ذكرنا قد تكون إيه؟ مؤقتة وسرعان ما تزول. يعني الإنسان أثناء، على سبيل المثال، يحضر درس في المواريث مثلا، هيجد أو مثلا درس في أحكام الطلاق وأحكام النكاح ويتكلم على الفقه ونحو ذلك ويتعلم هذا وهو لازم له، واحد وجب عليه ذلك أو فرض كفاية يقوم به عن غيره من المسلمين، لما يتعلم ده مش هيلاقي ما يجده أثناء الخشوع مثلا في صلاة ركعتين مثلا. هذا الأمر في الحقيقة لما يتعلمه بالنهار مثلا أو في وقت من الأوقات يزيد في جمعيته على ربي في حضور القلب عند أداء له العبادة لو كان صادقا في طلب العلم، لأن هذا مما سيتقرب به إلى الله، ولا يجعل هذه التفرقة الوقتية المؤقتة اللي هو أنه ساعة ما بيعمل بيحضر يقعد يحسبها ويجيبها في المواريث مثلا ويعرف شروط النكاح وكيف يقع الطلاق وهل يقع الطلاق البدعي أم لا يقع، ويقعد يبحث في الأسانيد ونحو ذلك والحجج والمناقشات العلمية، يجد نفسه مش زي ما هو بيسمع درس رقائق مثلا او بيقرا في احوال القلوب ونحو ذلك. ما ينفعش ان الواحد يهمل ده او يهمل ده، ولكن ياخذ من هذا لذاك ويرد من جمعيته على تفرقتي ومن تفرقتي على جمعيتي، يرد من هذا على هذا كما سبق هذا الكلام من قبل بان هو هذا هو الذي يفعله الخواص من أهل العلم، كما قال: فإذا جاءت التفرقة الأمر جد فيها وقام بها لجمعيته مقويا لها بالأمر. فإذا جاءت حالة الجمعية قوى بها على تفرقة الأمر والبقاء به، فيرد من هذا على هذا ومن هذا على هذا. أتفرق ليجمعني الله، يعني بيقول أحضر الدرس اللي فيه حاجات بتخلي الواحد ساعات يبقى مش حاضر القلب تماما في مراقبة الله، بس ده أمر ربنا أنك تتعلم المواريث دي مثلا أو تتعلم الزواج والطلاق والأحكام دي علشان لما تتعبد الله سبحانه وتعالى تجد هذا الأمر. يتعبد الله سبحانه وتعالى بأنه يقوم في مناقشة ومجادلة وما أهل البدع والضلال والرد عليهم ومجادلة مثلا الناس بالتي أحسن في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مع أن هذا الأمر يترتب عليه مثلا كما ذكرنا تفرقة وقتية. فكلام الشيخ حمد الفقي ان هو العبادة الصحيحة الخالصة كيف تفرق العبد عن ربه، كما ذكرنا هتفرقه تفريق وقتي وترده في النهاية الى الايه؟ الى الجمعية. تفرق القلب وتشتته في المناقشات مثلا والمؤاخذات على اهل البدع، من نقول الكلمة دي صح الكلمة دي غلط، مش هو ده ساعات الناس بعض الناس الجالسين والسامعين يقولك بنزهق احنا دخلنا ليه في المشاكل دي، ما احنا خلينا بقى نتجنب المشاكل بتاعتهم وخلاص. ما انت علشان تعرف ان ده موطن زل فيه القدم وان فيه هنا مسلك غلط، عشان لما تيجي تمشي فيه ويخطر لك الخاطر الغلط ما تمشيش فيه، وعشان لو قريته في حته ثانيه او سمعته من حد ثاني ما تمشيش في الغلط لان هذا سبيل انحراف. فاحنا ممكن نقعد في المساله وقت طويل مع ان فيها نوع من الايه؟ من التفرقه، مع ان فيها ان انت عايز حاجه ثانيه تجد بها اصلاح القلب مباشره. عشان كده احيانا احنا طبعا في حاجات قد نتجاوز عن مناقشتها مثلا او نختصرها في الكتاب لما تتشعب جدا في مناقشه من المناقشات مع اهل البدع التي غير موجوده عين. لكن لو حاجه متعلقه بموجود، فالتفرقه الوقتيه دي سبب لحضور القلب بعد ايه؟
بعد ذلك. فيقول الشيخ حمد الفقي: وهل يصح عند ذوي الألباب أن تفرق العبادة الخالصة العبد عن ربه إن صدقت العبادة وكانت حسنة كما يحب الله؟ كانت أقوى جامع للعبد مع ربه إن صدقت العبادة وكانت حسنة كما يحب الله، كانت أقوى جامع للعبد مع ربه، وكانت حائلة بينه وبين الشيطان عدوه وحصنا حصينا له منه. وهذا كلام حسن بلا شك. يقول: وأما الجمعية والمراقبة، الجمعية والمراقبة اجتماع القلب على الله ومراقبة الله على الدوام والاستغراق في الفناء وتعطيل الحواس والجوارح عن إرسالها في الطاعات والاستكثار منها، فهذا مجرد حظ العبد ومراده، وهو بلا شك أنعم وألذ وأطيب من تفرقة الاستكثار من الطاعات، ولا سيما إذا شهدوا تفرقة المستكثرين منها وقلة نصيبهم من الجمعية، فإنها تشتد نفرتهم منهم. هنا كلام لا بد أن نفرق فيه ونقف في هذا الكلام، إن حصول اجتماع القلب على الله والمراقبة لله عز وجل ده باب عبادة من عبادات القلبية الواجبة، إن هو اجتماع الهم، أن يصير الهم هما واحدا، أن لا تتشتت إرادة العبد، لأن آثار واردة المراقبة لله عز وجل، إن الله كان عليكم حفيظا، اتقوا الله عز وجل، وقولوا قولا سديدا، إنسان يراقب ربنا، دي عبادات. الاستغراق في الفناء دي ليست إيه؟ ليس أمرا مطلوبا. فإحنا بنفرق بقى، وإن الجمع بين الحاجات دي وبعضها على بعضها كده فيه نظر، إن اجتماع القلب على الله تفرغ القلب لعبادة الله عز وجل، تفرغ إرادة وتفرغ عبادة القلب، أن يكون همه هما واحدا، بعبادة مطلوبة لا شك في ذلك. الاستغراق في الفناء اللي هو فناء الشهود ده أمر غير مطلوب وغير محمود، المراقبة لله عز وجل أمر محبوب. فإحنا لابد أن نفرق بإن إيه اللي مشروع في العبادات القلبية، وده أمر يحصل بالعبادة والاستكثار من الطاعات يقويها، وبالتالي فنطلبه ولا نفرط فيه، ولن تضعفه الطاعات، لن تضعفه الطاعات الاستكثار من الطاعات. فأما بيقول تسميته مجرد حظ العبد ومراده، هو الاستغراق في الفناء هو ده اللي هو المراد المشهود عشان يشهد نفسه فوق الآخرين، هذا هو المذموم. بيقول: هذا أنعم وألذ وأطيب من تفرقة الاستكثار من الطاعات، ولا سيما إذا شهد هؤلاء الفنون تفرقة المستكثرين منها. واحد بيؤدي طاعات كتير ولكن ضعيف الحظ وضعيف النصيب من مراقبة الله، قلبه غير حاضر، عمال يصلي: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله اكبر، سمع الله لمن حمده، الله اكبر. يقول لك صليت 400 ركعه مثلا، تلاقيه عمال يقرا القران مثلا بنفس الطريقه، يقول لك انا ختمت النهارده ختمه مثلا، او لما يبص عليه كده: طب نصيبك فين من التدبر؟ يبص يلاقيه ان هو ملوش ايه، مش ممكن يحصل نصيب، يقول: لا يا عم السكه دي مش عايزها، القراءة بالطريقة دي والعبادة بالطريقة دي أنا مش عايز منها، فينفر من ذلك. هو ده صح وده حق إن هو ينفر منه، بس زي ما قلنا إن هو من غير ما يترك الطاعات الواجبة، مش هيقول مش هصلي جماعة، مش هصلي الصلاة الخمس في المسجد، لا ده، ولا مثلا أترك الأمر في المنكر، لا، إن هو يقرأ مثلا يصلي ركعتين مع تدبر وحصل له اجتماع القلب ومراقبة لله، ده من غير ثناء ولا حاجة، ده بلا شك ألذ وأطيب، وده في الحقيقة ما فيش تعارض بينه وبين هي دي الطاعة الكثيرة التي هي أحب إلى الله عز وجل. يبقى كما ذكرنا إن ده هذا ألذ وأطيب لا شك من ذلك، الاستكثار من الطاعات، أنهي طاعات اللي أكثر منها اللي ربنا أمر بيها؟ فهل ربنا أمر بطاعات خالية من المراقبة؟ هل ربنا أمر بطاعات خالية من اجتماع القلب على الله؟ لا، مش هي دي. فإذا ما فيش حرب قائمة بين العبادات وبعضها، مفيش منازعة. الحرب قائمة بين ايه، او الاختلاف قائم بين ايه؟ بين الناس تؤدي عبادة بلا روح ويستكثرون ايه منها، ويستكثرون ان هي دي الطاعات المطلوبة، وان الواحد يقعد يصلي كتير ويذكر كتير من غير ما يحضر قلبه، اهدين عبادة. رب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا يقبل دعاء عن قلب ظهر غافل. قال عليه الصلاة والسلام: لا يكتب للمرء من صلاته الا ما عاقل منها. دي عبادات لو انت استكثرت منها مش هو ده المطلوب، ما
ماشي كده. فالمستكثر منها بهذه الطريقة في الحقيقة مش مستكثر من العبادة، ده مستكثر علشان يشوف نفسه أكثر من غيره، فنسأل الله العافية. أما الذي استكثر من عبادة مشروعة، فمين اللي يقول إن جمعية قلبه هتضيع؟ بالعكس، ده هو بيصلي ركعتين بيطولهم وبيتدبر الآيات ويكررها ونحو ذلك، ودي هو دي الكثرة المطلوبة أكثر وأحسن من إن هو يقرأ ثلاث أجزاء أربع أجزاء، فما قال الصحابي قال التابعي لابن مسعود إني لا أقرأ المفصل في ركعة، فقال هذا كهذا الشعر إني لا أعلم النظائر التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 20 سورة في 10 ركعات، ركعتين في سورتين في كل ركعة. فابن مسعود رضي الله عنه أنكر إنه بيقرأ القرآن المفصل في ركعة، وقال له تقرأ كأنك بتقرأ شعر، وقال أمروه على القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. فإحنا يعني الكلام هنا إن اجتماع القلب على الله ومراقبة الأجر في العبادة وحضور القلب فيها هذا أمر مطلوب ونعيمه مطلوب، وليس هو الحظ المذموم للنفس، بل هذا حظ محمود للنفس من العبادة مطلوب لها. وأما المذموم فهو حظ استغراق في الفناء من جانب اللي هم في طريقة الفناء، وحظ استكثار الطاعات الخالية من العبادة عشان يشوف نفسه أكثر من غيره. كل دول الاثنين دول طرفين نقيضين، الحق وسط في النص. ناس بتقول مش مهم عبادات مش مهم طاعات والأهم الاستغراق في الفناء، مذموم هذا كلام باطل، حظ نفس مذموم. وناس بتقول هنستكثر من الطاعات الخالية من الحضور الخالية من الخشوع الخالية من التدبر، ده حظ نفس أيضا كذلك. وكل من الطرفين دول بيشتموا بعض، والحق في النص بينهم، وهو إنه مفيش تعارض ما بين أن يؤدي الإنسان لعبادات ويستكثر منها من الطاعات، لكن بشرط إيه؟ الحضور، بشرط الخشوع، بشرط المراقبة، بشرط التدبر، بشرط التعقل. كما قال بعض الصحابة رضي الله عنه ركعتان في تدبر خير من قيام ليلة والقلب لاهن أو القلب ساهن. فهذا هو المشروع. دول بيقولوا على دول بقى بيشوفوهم مستكثرين من الطاعات بدون نصيب من الجمعية من الجماعة من الجمعية تشتد نفرته منهم ويعيبون عليهم ويزرون بهم يحتقرونهم، وقد يسمون من رأوه كثير الصلاة ثقاقيل الحصر. ثقاقيل الحصر من يكلموا عمال يصلي على الحصير بس خلاص ويثقل نفسه على ذلك، ومن رأوه كثير الطواف حمر المدار، حمير عمال يتلف. وده طبعا نعوذ بالله من ذلك، ان هذا الكلام طريقة المحتقرين من الطاعات. هو في الحقيقة مذموم اكثر منهم، لان هو بيعمل لحظ نفسه في علوه عليهم والعياذ بالله، وكل منهم يعمل لحظ نفسه اذا كانت العبادة خالية من الايه من الحضور. يقول وقد اخبرني من رأى ابن سبعين هو ذو ثقافي الحسر الذين يثقلون على حصر المساجد ويلزمونها لكثرة صلاتهم حمر المدار الحمير التي تدور بالراحة. ابن سبعين ده احد زنادقة الصوفية الذين اسسوا وحدة الوجود، مذهب وحدة الوجود، اسمه عبد الحق المرسي الاندلسي من مدينة مرسي في الاندلس. كان فقيها ثم انتحل التصوف على حقيقته الفلسفية وبلغ الى لبه من وحدة الوجود. طبعا الشيخ حامد رحمه الله عنده ان التصوف كله وحدة الوجود، وهذا الكلام ليس كذلك، لكن هناك من هؤلاء الدعاء الى هذا التصوف المنحرف من يقولون ذلك، يقول بلغ الى لب حقيقته حقيقة التصوف من وحدة الوجود وهتف بها، فكان من اصرح الدعاة اليها، واشتهر عنه انه كان يقول لقد تحجر ابن آمنة واسعا يقول لا نبي بعدي. هذا كلام كفر طبعا ضوائح. ابن آمنة اللي هو مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لقد تحجر واسعا لما قال لا نبي بعدي، هذا في انبياء يعني احسن من الانبياء كمان. ها كان الاول في بدايته
وما واحد بيتعلم ما استفادش. لا الفقيه يعني بيتفقه يعني بيدرس الفقه. ده الصلاح يعني ان هو كان متفقه يعني بيدرس الفقه. واحد درس الفقه وبعدين ما عجبوش. واحد بيقول لك مثلا ده سلك طريق سلك تعلم الطب ثم ترك. ابن القيم تعلم الطب وبعدين ايه؟ سلك تعلم الطب. لا درس الفقه وبعدين شاو وسلك طريق التصوف. فتجرأ على التصحيح بما لم يتجرأ عليه امثالنا الصوفيه الذين يدينون بهذا البدع. عندي مشهد. فيقول تجرأ التصحيح بما لم يتجرأ عليه امثالنا الصوفيه الذين يدينون بهذا المذهب فانهم كانوا يكنون ويعمون. ولد سنه 614 ومات 669. يقول اخبرني من رأى ابن سبعين قاعدا في طرف المسجد الحرام وهو يسخر من الطائفين ويذمهم ويقول كأنهم الحمر حول المدار. طبعا ده علو وكبر والعياذ بالله. اولا انت عارف قلوب الطائفين دي جاي وانت عرفتهم كلهم لكلهم خالية من الخشوع سبحان الله. فانت ما تعرفش اللي في قلوبهم. ربما انسان انت شايف ناس بتلف كتير لكن ما تعرفش قلبه كل واحد. عرفت ان كلهم ممن يكسر العبادة بغير نصيب من الجمعية؟ ابدا ما تعرفش. واحد ممكن بيصلي عدد كتير من ركعات واقف كتير وعنده حضور. انت ما تعرفش اللي في قلبه. فانت داعي الخلق للخالق سبحانه وتعالى. ولكن انت تعتقد لما تلاقي واحد ما فيهوش خشوع وهو تشعر منه بذلك وبيقرا بسرعه ويصلي بسرعه مثلا ولا يحضر قلبه فهذا الذي تراه ناقصا لان الشرع هو الذي راه ايه؟ ناقصا. معانا كده؟ فيقول ونحو هذا. وكان يقول اقبالهم على الجمعيه افضل لهم على الجمعيه واجتماع القلب. ولا ريب ان هؤلاء مؤثرون بحظوظهم على حقوق ربهم. واقفون مع أذواقهم ومواديدهم فانين بها عن حق الله ومراده. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يعني طهر الله روحه يحكي عن بعض العارفين أنه قال العامة يعبدون الله وهؤلاء يعبدون نفوسهم. ودي ما تنطبقش على اللي بيفضل الجماع القلب على الله. ده تنطبق على واحد ايه حاله متعالي على ليه على الخلق. بيقول بالثناء عشان يقول حاجة مش موجودة عند الناس عشان هو اللي فوق والعياذ بالله. اللي بيسميها جمعية أو مراقبة لا دي مش كده. لو كان عنده مراقبة ما كانش بقى يحتقر الخلق كده ويقول الحمر حول المدار أو كأنهم الحمر حمر المدار أو ثقاقيل الحسن يحتقر المصلين والطائفين. نعوذ بالله من ذلك. فهؤلاء يعبدون نفوسهم. وصدق رحمه الله فإن هؤلاء المستكثرين من الطاعات الذائقين لروح العبادة الراجين ثوابها قد رفع لهم علم الثواب وأنه مسبب عن الأعمال فشمروا إليه راجين أن تقبل منهم أعمالهم على عيبها ونقصها بفضل الله خائفين أن ترد عليهم إذ لا تصلح لله ولا تليق به فيردها بعدله وحقه لو أراد يعني. فهم مستكثرون بجهدهم من طاعاته بين خوفه ورجائه والإزراء على أنفسهم والحرص على استعمال جوارحهم في كل وجه من وجوه الطاعات رجاء مغفرته ورحمته وطمعا في النجاة فهم يقاتلون بكل سلاح لعلهم ينجون. وأما ما أنتم فيه من الفناء ومشاهدة الحقيقة والقيومية والاستغراق في ذلك فنحن في شغل عنه بتنفيذ أوامر صاحب الحقيقة والقيومية والاستكثار من طاعاته وتصريف الجوارح في مرضاته كما أنكم بفنائكم واستغراقكم في شهود الحقيقة وحضرة الربوبية في شغل عما نحن فيه. يعني هو في الحقيقة شهود الربوبية أو اللي سميها شهود القيومية أن ربنا هو القوام على الكائنات. طب أوامر ربنا فيه لازم تنفذها. أنت تستغرق بالشهود هذا لغاية ما تفنى ولا تشعر بوجود نفسك ولا وجود من حولك وأنت أمرت بكده. ان انت تظل تفكر في ان الله هو الذي يدبر الامر الى ان تصل الى درجة عدم الشعور بوجود الخلق. مين اللي قال ده مطلوب؟ انت مطلوب منك انك تفكر في ان الله يدبر الامر حتى تتوكل على الله. تصل الى ايه؟ الى درجة التوكل الكامل. الى درجة اليأس من النفس واليأس من الخلق لا الى درجة عدم الشعور بالوجود. فهذا الاستغراق في الفناء مش هو ده المطلوب. قالوا قال فكيف كنتم اولى بالله منا ونحن في حقوقه ومراده منا وانتم في حظوظكم ومرادكم منه. قالوا وقد ضرب لنا ولكم مثل مطابق لمن تامله
لملك ادعى محبته مملوكان من مماليكه، فاستحضرهما وسألهما عن ذلك، فقال: أنت أحب شيء إلينا، أنت أيها المالك، ولا نؤثر عليك غيرك. فقال: إن كنتما صادقين فاذهبا إلى سائر مماليكي وعرفاهم بحقوقي عليهم، وأخبراهم بما يرضيني عنهم ويسخطني عليهم، وابذلا قواكم في تخليصهم من مساخطي، ونفذا فيهم أوامري، واصبرا على أذاهم، وعودا مريضهم، وشيعا ميتهم، وأعينا ضعيفهم بقواكما وأموالكما وجاهكما، ثم اذهبا إلى بلاد أعدائي بهذه الملطفات، وخالطوهم وادعوهم إلى موالاتي، واشتغلا بهم ولا تخافوهم، فعندهم من جندي وأوليائي من يكفيكما شرهم. فأما أحد المملوكين فقام مبادرا إلى امتثال أمره، وبعد عن حضرته في طلب مرضاته، بعد عن المجلس اللي هو قريب منه عشان ينفذ الايه الأوامر. وأما الآخر فقال: لقد غلب على قلبي من محبتك والاستغراق في مشاهدة حضرتك وجمالك ما لا أقدر معه على مفارقة حضرتك ومشاهدتك، ما نشغلش ولا عامل حاجة من اللي انت قلت لي عليها عشان انا عايز اقعد جنبك كده، ماشي كده؟ او ده مثال اللي بيقول انا بستغرق في الايه في الربوبية وفي الجمعية، هو في الحقيقة مش صادق، ده مش محب صادق، ولا هيحصل له حضور هو عشان يفنى كما يزعمون بل فناء المذموم. اما الثاني فعنده جمعية قلب، لما بيجاهد في سبيل الله، لما بيعود المريض، لما بيشيع الميت، لما بيشهد الجماعة، لما بيأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما بيجاهد في سبيل الله بيحضر له يحصل له اجتماع قلب، ويحصل له مراقبة لله، ويحصل له شهود في العبادة ولذة احسن من الثاني اضعاف مضاعف. الثاني يتوهم ذلك. فقال له: ان رضائي في ان تذهب مع صاحبك فتفعل كما فعل، وان بعدت عن مشاهدتي. قال: لا اوثر على مشاهدتك والاستغراق فيك شيئا، اي المملوكين احب الى هذا الملك واحظى عنده واخص به واقرب اليه؟ هذا الذي اثر حظه ومراده وما فيه لذته على مراد الملك وامره ورضاه، ام ذلك الذي ذهب في تنفيذ اوامره وفرغ لها قواه وجوارحه وتفرق فيها في كل وجه، فما اولاه ان يجمعه استاذه عليه بعد قضاء اوامره؟ ده اللي بنقول عليه انه الصبح يبقى حاجه، وايه فرسان بالنهار، وايه رهبان بالليل، يجمع بين هذا وذاك. يقول: فما اولاه ان يجمعه استاذه عليه بعد قضاء اوامره وفراغه منها، ويجعله من خاصته واهل قربه، وما اولى صاحبه بان يبعده عن قربه ويحجبه عن مشاهدته ويفرقه عن جمعيته عليه، ويبدله بالتفرقة التي هرب منها في تفرقة أمره تفرقة في هواه ومراده بطبعه ونفسه. يعني هيديله تفرقة ويطلع عنده أمراض أضعاف مضاعفة من اللي كان خايف منها، لأن هو اتبع هوى نفسه، وفي الحقيقة ده مش أمر ربنا سبحانه وتعالى، ولا هو لذة العبادة الحقيقية اللي هو في الفناء ده. فليتأمل اللبيب هذا حق التأمل، وليفتح عين بصيرته، ويسير بقلبي سينظر في مقامات العبيد وأحوالهم وهممهم، ومن هو أولى بالعبودية ومن هو البعيد منها. كل قولي هذا، أستغفر الله. يقول البعض إن الطريق إلى الله بعدد أنفاس البشر، يعني في كل واحد له طريقة، أو هو كفروع الشجرة الواحدة كلهم يصبون في أصل واحد، كلام غير صحيح. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هم الجماعة، وقال في رواية أخرى: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلما تصف أن كل الطرق بما فيها أهل السنة وأهل البدعة كلها بعدد أنفاس البشر كلها تصب في أصل واحد، كلام باطل. أما يقول: فما مدى صحة هذه الجملة؟ هل بينها وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم علاقة؟ أو أن هذا حديث ضعيف لا يصح، والصحابة كلهم كانوا على طريقة واحدة، وليس أن تصويب لكل الأقوال ولكل الأفعال التي وقع منهم التصويب للمنهج والطريقة التي كانوا عليها. ده المعنى الصحيح لهذا، إن هم لأن كلهم
على طريقة واحدة، فإذا اقتديت بأحد منهم وصلت إلى اتباع السنة، فليس المقصود تصويب كل الأقوال والأفعال، فضلا أنها حديث ضعيف أو لأحد الصحابة رضي الله عنهم مدارسة مسألة خير من قيام ليلة، لما يكون واجب على الإنسان أو فرض كفاية يبقى أفضل من هو يتعبد عبادة يترك بها ما وجب عليه. العبادة لابد أن تكون حيث أمر الله سبحانه وتعالى، فإذا كان في مسألة فرض عليك أو فرض كفاية على الأمة وأنت تقوم بها فهذا أفضل من أن تنشغل بعبادة تنفعك وتخصك فقط دون غيرك. في مسألة التفريقة والجمعية على ماذا نحمل هذا الأثر؟ وكذلك في صلاة الليل، هل نحمله على أن دراسة الفقه والإيمان والتفسير هو من الجمعية وهو حاصل لأصحاب الإيمان المستحب كالصحابة، أم نحمله على أن مدرسة الفقه والتفريعات وتشقيقات المسألة الواحدة أفضل في حق من لم يحضر قلبه أثناء صلاة الليل وهم من أمثال من عندهم أصل الإيمان ويريدون تحصيل إيمان الواجب؟ لا، هو في أنواع، لا شك أن النافع من العلم من الفقه ليس هو كثرة التفريعات والتشعبات التي استحدثها المتأخرون والأمثلة النادرة التي لا تكاد تقع، فتطويل تضييع الوقت في مثل هذا ليس هو المفيد، إنما تنفق الوقت في تعلم نصوص الكتاب والسنة التي يتعبد بها، وكونك في نفس الوقت لا تضيع نصيبك من قيام الليل لأنك إنك تستعين بهذا على هذا، والتوازن في مثل هذه الأمور هو أن تعطي كل ذي حق حقه. لكن كما ذكرنا إن الإنسان يكون واجب عليه مسألة لا يقعد عليها الأول، مسألة مثلا في التوحيد تلزمه أن يتعلمها الأول يخلص قبل أن يقوم لصلاة النافلة وهكذا، والله أعلم. يقول طالب علم شرعي يواظب على الدروس لكنه متوقف في تكفير من يسب الله، ويقول قد يجهل من يسب ربه أنه حتى خطأ في الشرع، ولم يقل يجهل أنه كفر بل يقول بجهل أنه خطأ مجرد خطأ. هل يتصور أن يعلم إنسان أن له ربا يجب عليه ألا يسبه؟ ده إنسان أظنه مريضا، يعني اللي بيقول طالب علم يتوقف في هذا الكلام ويقول يمكن أن يجهل؟ إنسان يا جاهل جهل عظيم جدا لم يفقه شيئا مما طلب من الدرس عشان يشك في هذا الأمر، إن ليش من ربنا يبقاش إيه بقى مش كافي يقول ممكن يجهله؟ لا، ولا لا يتصور الجهل بذلك ولا عند أحد من أهل الملل، غير متصور. يا إنسان مريض نفسيا اللي أنت بتصفه ده، يا جاهل جهل مطبق ولا يفهم شيء في طلب العلم ومبتدئ ضال يكون على الغلبة أو مبتدئ ضال غلبت عليه البدعة، يا إما هو مريض نفسيا لا يعي ما يقول. إن يقول إن ممكن واحد يجهل إن سب ربنا خطأ في الشريعة، ما ده ماش سب الدين، ده بيقول سب إيه ربنا، يعني سب الدين دي اللي ممكن الناس تقول لك ده قصده إيه الخلق، لكن سب ربنا دي متصورة إن هو يعرف له رب وإله يعبده ويقول لما مش غلط إن واحد يشتمه ويطعن فيه، بقى ده اللي بيعبد الصنم ما يقولش كده. اللي بيعبد الصنم لو حد اهان الصنم بتاعه هيقول من فعل هذا بآلهة كده انه لمن الظالمين، عباد الاصنام الناس اللي بيعبدوا البقره لما الراجل وقف وش البقره طرحوه ارضا، ازاي تقف وش البقره دي ماشي في السكه، فتتصور ان هو بقى هيقول مش غلط ان هو يضربها مثلا بالكرباج ولا يضربها على اساها ولا حاجه، ده لا يمكن طبعا. اللي بيعبد البقره بيقول لا البقره لازم تعظم لانه بيعبدها، فواحد تتصور انه يعبد ربنا سبحانه وتعالى وبعدين يقول لا مش غلط انه يشتمه، اعوذ بالله، لا يقبل النصح ولا يريد النقاش. الحمد لله مش عايز النقاش ده، لا يروح لدكتور نفساني احسن. اه والله ده هو لو قال له انت جاهل انت ما انتش فاهم حاجة اقول له انت اللي ستين جاهل، مش كده؟ اقول له انت مش فاهم حاجة عشان كده مش عايز اناقشك، فده هو ده غير ما ده لا يتصور. حدود العلاقة بين ابناء العم والخال وبنات العم، هل يجوز الحديث معهم في غير خلوة مع ورود محرم؟ الحديث بين الاجنبي والاجنبية كما وصف الله،
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. ابناء العم وبنات العم وبنات الخال الحاجات دي فيها خطر فتنة لما يقع من التساهل بين الناس في هذا الباب. لكن هو لو عدم خضوع القول الكلام المعروف كلمة ورد غطاء أجنبي أجنبية في قضاء حاجة تنتهي ينتهي الكلام وليس يزيد على ذلك طبعا مع وجود المحرم. في رحلة الإسراء والمعراج قد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أرواح الناس، هل ذلك في المستقبل يوم القيامة أم معذبون فعلا في وقتها؟ من رآهم عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث التي في الإسراء والمعراج، وكذا ما رآه من رآه في الرؤى المنامية، وكذا ما رآه في صلاة الكسوف التي صلاها فرأى فيها أرواحا مصورة في صورة أجساد، هي الآن كذلك، هي تعذب في النار الآن ولكن أرواح مصورة في صورة الأجساد، فإذا كان يوم القيامة سلكت الأرواح في الأجساد ثم أدخلت في النار. يريد أن يستعين أن يعرف أشياء تعين على المذاكرة، كرر القراءة عدة مرات، اكتب باليد، اغتنم الأوقات التي فيها هدوء، ذاكر مع غيرك، اعرض هذا الأمر على غيرك. كان بعض السلف يجيب الجارية الأعجمية يقعد يلقي عليها للدرس عشان يحفظ. الله المستعان. كل قولي هذا، استغفر الله.